اتفضل يا استاذ، العينه موجوده. انا طلبتهم يا سعاده الباسة عشان اثبت لسيادتك حاجه مهمه جدا ومصيريه. ممكن يا باسة اسالهم السؤالين؟ اتفضل. اسمك ايه وبتشتغل ايه؟ في ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ يا سعاده الباشا انا هودا المصري اللي رافع القضيه، والمحامي زي ما سعادتك شايف لسانه لازق في سنانه، فقلت انجز. يعني اسمك ايه؟ علي عبد الحافظ، على باب الله، بائع متجول. طب انت وافقت على تعديل 34 ماده من الدستور، ممكن تقول لي سعادته على 3 مواد بس من اللي انت وافقت على تعديلهم؟ يا سعاده البين عملت زي كل الطابور ما عمل، ابصم هنا بصمت. هو حصل حاجه يا باشا؟ طب ممكن انت بقى تقول لي سياده القاضي على ماده واحده بس من اللي انت وافقت على تعديلهم، وايه وجهه نظرك فيها؟ اقول؟ قول. قول بصراحه، انت في محكمه. انا اعترف. هم قالوا لي المصلحه دي فيها خمسينية وجبه كومبو. وجبه كومبو؟ قال فيها بطاطس وسائع حجم كبير. اه ده انت اللي هطلعك بره. يا ريت يا سعاده الباسة. هم مين اللي قالوا لك؟ الجماعه باشا اللي بيلمونا كل ما بيبقى فيه انتخابات. اللي بيلمونا كل مره في الانتخابات. اظن سعادتك سمعت وتاكدت من عدم اهليتهم وبطلان اصواتهم. اتفضل سعادتك كمل. وانت تعرف ايه عن المواد اللي اتعدلت؟ انا باشا بشتغل موظف الحكومه بعقد مؤقت، طبعا زي ما سعادتك فاهم لو وافقتش مش هتثبت. ده الدفع الاساسي في الدعوه يا سياده الرئيس، عدم الاهليه. وعدم الاهليه سيدي الرئيس بيتحقق بالجهل المطبق الذي يصل الى حد الغفله والسفة. زي ما سعادتك شايفه، سعادتك شايف العينه، وهذا سبب اساسي وجوهري في بطلان نتيجه الاستفتاء. سيدي الرئيس، لابد من وقفة أمام هذا الهراء، فنحن شعب من الشعوب القديمة على هذه الأرض، وعار علينا، عار علينا أن يحدد مستقبلنا ومستقبل أولادنا هؤلاء السفهاء الجهلاء، عار علينا. يعني سعادتك الكلام ده بيحصل في مجلس الشعب وبنقول ماشي، لكن الدستور لا، إلا الدستور يا باشا. اه ده انت اللي هطلعك بره. طلباتك يا استاذ. الغاء نتيجه الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، وتحميل الحكومه كافه المصروفات واتعاب المحاماه. انا ما قبضتش حاجه يا سعاده الرئيس، وزي ما سعادتك شايف موكلي تعبان مله. دفاع الحكومه اتفضل. المستشار اشرف الغنام من هيئه قضايا الدوله ومحامي الحكومه، ارجو من سيادتكم اجل الاطلاع. تؤجل القضيه ل 15/7 للاطلاع. بس بصراحة بقى الأستاذ سمير المحامي كان في منطقة الروعة. سامع يا أستاذ؟ أدي الناس اللي بتفهم. يا عم إيه ده؟ ده لولا العبد لله كان القاضي حبسنا. أنت جايب لي محامي إنجكشن. شوف يعني رغم كل اللي بيحصل لك ده لسه الجودة بتاع زمان، لسه بتحس وبتنفعل، لسه صوتك عامل وبيكلكل. أنت من الأحياء يا جودة. كارتك يا بقى حتى في حتة مذكرة؟ طبعًا. نبقى نتقابل بقى بالليل في المكتب. وأنا كمان أشوفك بالليل على العشاء. فين جودة؟ جودة فين؟ ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ ايه يا روح امك؟ رافع قضيه عايز تبطل فيها استفتاء الشعب؟ شعب بحاله مش عاجبك رايه؟ انت عارف عدد الشعب ده قد ايه؟ حد يقدر يعد شعب يا باشا؟ حد يعرف يعد شعر راسه؟ بتقول لي انت تسوى ايه بالنسبه للشعب؟ حجمك قدام حجم الشعب ايه بقى ايه؟ رد عليا! انا ولا حاجة يا باشا، انا يا دوب نملة. نملة. والنملة عشان تعيش في سلام وامان، ومحدش يدوس عليها بجزمته ويفعصها، تعمل ايه يا جودة؟ بتمشي جنب الحيط يا باشا. غلط. جنب الحيط ممكن برضه تندهس. النملة عشان تعيش في سلام وأمان، تعمل إيه يا جودة؟ تخرم خرمة جوه الحيط وتدانى فيه. برافو عليك. تخرم خرمة جوه الحيط وتدانى فيه، وبكده تعيش في سلام وأمان. وأنا رأيي المثل يا جودة، تعيش نملة تاكل إيه؟ تاكل ايه؟ اكل سكر. والله يا باشا لو اضمن ان انا لو عشت نمله عايش في سلام، كنت اتلميت انا ونملتي في خرمنا وحمدنا ربنا.
لكن ولاد الحرام مش هيسيبونا في حالنا. ولاد الحرام؟ تقصد مين يا لا؟ لا 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 يا باشا، في ناس كده يا باشا شياطين مزاجهم يفعصوا في النمل. الواحد فيهم لو كل يوم ما فعصتوش 100 نمله ينمل ما يجروش نوم. بص يا جوده، في شويه نمل حلوين هبعتك ليهم هيعلموك ازاي تفكر زيهم، تاكل زيهم، تتكلم زيهم. يا باشا بوس رجلك، انا استجدت سنين كلمت النمل والدبان والصراصير والفيران، انا من رجلك دي لرجلك دي. والقضية؟ مفيش قضية يا باشا، ما اترفعتش. والمظاهرات والصوت العالي؟ انا اصلا نخص وسبع تقيل. وشك مش عاوز اشوفه هنا تاني. انا ماليش وش يا باشا، اعتبره قفا. خليك فاكر يا جودة، تعيش نملة اكل سوق. كل يا جودة. ده جودة، مالك يا جودة؟ في ايه؟ يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل يا جودة؟ مين اللي عامل فيك كده؟ تشرب ميه يا جودة ولا اجيب لك حاجه تاكلها؟ مالك يا مدام؟ هات كمادات يا محمد. ومين اللي عمل في وشك كده يا جودة؟ ولادي. لا لا لا، انا جاتلي انفلونزا، انفلونزا خطيره. اول ما جاتلي بتوع الصحه عرفوا جم خطفوني من قدام المحكمه. انفلونزا الخنازير؟ لا، انفلونزا جديده اسمها انفلونزا الضبابير. اول مره اسمع عن الانفلونزا دي. هدي بقى ما بتجيش الا اللي صوته عالي. ودي اعراضها ايه؟ اعراضها بتطلع على الوش كده زي ما انت شايف، وفي الام جديده وشديده قوي على القفا. قفا؟ في حاجه زي كهربا كده الاماكن الحساسه. يا ساتر يا رب. وكحه؟ لا تقدرش الكحه. اه انفلونزا الضبابير. طب والقضيه يا جوده؟ القضية عايزة واحد صحته تستحمل انفلونزا الضبابير. انت لو صحتك تستحمل تشيل. دي بنت فتاكة. انا خلاص بعد مشوار العرايه ده انا ما بقتش قادر. خسرتك يا ابويا. يا عم خسرت ايه؟ فوق بقى. احنا لازم نعرف حجمنا كويس. البلد دي مش بلدنا، ليها اصحاب. وكويس قوي ان هم سايبيننا عايشين فيها وساكتين. نخرس بقى بدل ما يرحلونا. شلونا، انا عايز اروح. يا شباب السهره تجنن وانت منور. ها هذا نورك ونور الموجودين. بصحتك. بصحتك. اهلا وسهلا. وين؟ يا ساعه ساعه. وين الساعه؟ ساعتي بعد اي ساعه؟ اسمع، الساعه هذه ترى فيها الماس وقيمتها 100,000 دولار. اتصل بالشرطه، اتصل بالامن. انت بتتكلم بجد؟ قاعد اتخشمر وياك. بسرعه بسرعه اتصل بالامن، اتصل بالشرطه، خلي يجونا الحين. مفيش داعي سعادتك للامن ولا الشرطه، انتوا مش هتبطلوا بقى الحركات الوسخه دي. وريني. اخر حاجه كنت ممكن اتوقعها. انت هتستغرق يا فارس ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، حركه الساعه دي يا روح امك مهروشه من الستينات. انا كده؟ ده انت بتحكيها وام كده كمان. اوه سيبها نورمال، المنجينه خرجوها من ساكت من شنطتك يا حبيبتي. على راي المثل المصري، تكذب الحرمه تلهيك واللي فيها تحطها فيك. يا فايز بسرعه اتصل بالشرطه، اتصل بالامن، خليه يجون الحين. تعال تعال قبل لا تروح، عطني الساعه. يلا بسرعه. يخرب بيتك على روتينا. الأمن يا شفاء. مش البنات وانطرني أنت ويا الأمن برا. ترى خلاص أنا مليت من كل شيء. يا استني أنتي. يلا السلام. أبوس إيدك أبوس إيدك، ما توديش في ده. أنا ما عملتش حاجة والله العظيم ما عملت حاجة. أبوس إيدك أبوس إيدك. سمعيني، السجن ورا الباب والنعيم على السرير. اختاري طريقك،
يا شيخ فهد الامن برا ايه؟ خلاص خلاص يا فايز الحين يلا امشي امشي امشي.